لحضراتكم في حلقة جديدة من تنس بورد. في ظروف خاصة جدا فرضها حديث الساعة، بقالنا شهرين بنتكلم عن حاجة واحدة وهو فيروس كورونا. العالم كله متأهب، العالم كله قلقان. فيروس كورونا في الفترة اللي فاتت أثر على أحداث كتير، من ضمنها أحداث رياضية وبالأخص كرة القدم. إلغاء أحداث رياضية كتير جدا في العالم كله. تعالوا شوف في التقرير الجاي أهم الأحداث الرياضية الخاصة بكرة القدم اللي اتأثرت بفيروس كورونا، ونرجع لكم تاني. هكذا تبدو ملاعب كرة القدم في زمن الكورونا: مدرجات خاوية، مباريات مؤجلة، ولا مصافحة بالأيدي بين اللاعبين. بل إن الأمر وصل إلى وقف النشاط في واحد من الدوريات الخمسة الكبرى في العالم. موت الحياة في ملاعب الدوري الإيطالي لخصها على ما يبدو كريستيانو رونالدو بتصرف بدأ خلاله وكأنه فقد عقله بعدما ظهر يصافح الهواء، لكنه ليس سوى تلخيص واضح لما يعيشه الكاليتشو من مأساة بدأت بإقامة المباريات بدون جمهور وانتهت بإيقاف النشاط مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء المميت الذي قتل متعة كرة القدم. خطر كورونا لم يمس الإيطاليين وحدهم، بل ضرب قلب القارة العجوز في أقوى بطولاتها. فبينما يحتدم الصراع في دوري أبطال أوروبا، قرر الفيروس أن يلعب لعبته، فكان باريس سان جيرمان الفرنسي أولى ضحاياه بعد حرمانه من جماهيره في موقعة إياب ثمن النهائي الذي خسر ذهابه أمام بروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف، وبات في أمس الحاجة لمساندة أنصاره. الكرة في زمن الكورونا ليست هي الساحرة التي عشقها الملايين، فبينما يهدد هذا الوباء استكمال الدوري الإسباني بحضور الجمهور، تتجه أنظار العالم إلى أرض الضباب، حيث الدوري الإنجليزي الذي بات ليفربول على بعد خطوتين فقط من تحقيقه للمرة الأولى منذ 30 عاما، حلم مهدد بأن يتحول لكابوس مع خروج تقارير تشير إلى إمكانية إلغاء البريمير ليج بسبب فيروس كورونا، وكأن اللعنة تلازم صلاح ورفاقه. القارة الآسيوية لم تسلم هي أيضاً، ولكن هذه المرة على مستوى المنتخبات الوطنية، والكلمة هنا كانت للفيفا الذي أذعن لكورونا، فقرر تأجيل تصفيات المؤهلة لمونديال 2020. كورونا يلعب بالكرة الأرضية، حقيقة يبدو أن العالم سيعيش معها خلال الفترة المقبلة بعدما بات الجميع ساكناً في انتظار إشارة من هذا الفيروس الخفي. مش بس هي اللي اتأثرت بفيروس كورونا، رياضات تانية كتير اتأثرت. الأهم بقى الأولمبيات اللي احنا لسه مش عارفين مصيرها. مصير الأولمبيات مجهول لحد دلوقتي، هل ستقام في طوكيو أم لأ؟ ده هنعرفه في التقرير الجاي. We'll be right back.
وسط الاحداث دي حصلت حاجه طريفه جدا. لاعب كره القدم ارون رامسي اتضح ان هو مش بيسجل هدف الا لما بيموت واحد من المشاهير، من ضمنهم زوجه رئيس الولايات المتحده السابق وواحد من مغنيين البوب الشهيرين. هنشوف ده في التقرير الجاي. إذا كنت تعتقد أن شعوب العالم الثالث وحدها فقط من تؤمن باللعنات فأنت على خطأ. أوروبا هي أيضاً تؤمن بذلك، بل بالأحرى عشاق كرة القدم في القارة العجوز. قرار تعليق مباريات الدوري الإيطالي مر بالتأكيد على الجميع على اعتبار أنه إجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن متابعي اللاعب الويلزي أرون رامسي كان لهم رأي آخر مرتبط باللعنات. وكيف لا؟ ولديهم مع لاعبي يوفنتوس الكثير من القصص المشوقة، إليك بعضها. رامسي لا يسجل إلا وتحدث كارثة، أو على الأرجح يموت أحد المشاهير. بداية اللعنة كانت عام 2009 عندما سجل أرون هدفه الأول بقميص أرسنال الإنجليزي في مرمى بورتسموث. لم يمر سوى يومين وأعلنت وفاة السناتور ديد كينيدي. بالتأكيد لم يربط أحد في هذا الوقت بين الهدف والوفاة، لكن مع تكرار الحادثة نفسها بات الأمر عادة يتخوف العالم منها. في 2011 خسر الجانرز ديربي لندن أمام توتنهام، لكن رمزي حلفه الحظ وسجل هدفاً. في الوقت ذاته كان خبر وفاة مؤسس أبل ستيف جوبز تتناقله جميع وكالات الأنباء في العالم. مر أسبوعان وكانت مباراة أرسنال ضد مارسيليا، وهي المواجهة التي ابتسمت المستديرة فيها للنجم الويلزي، فسجل هدف الفوز الوحيد وانتزع انتصاراً ثميناً من الجنوب الفرنسي. المثير أن اليوم التالي كان شاهداً على مقتل الرئيس معمر القذافي. غادر رامسي إنجلترا وانتقل إلى السيدة العجوز يوفنتوس، ثم كانت قمة الدوري الإيطالي ضد إنتر ميلان التي سجل فيها أرون رامسي الهدف الأول. ترى ماذا حدث؟ توقف النشاط الرياضي وجميع الفعاليات، وباتت إيطاليا كلها فيما يشبه العزلة. ربما تكون أهداف أرون رامسي قليلة، لكنها مؤثرة بشكل أكبر مما يتخيله أحد، ليس على فريق السيدة العجوز فقط ومن قبله المدفعجية، وإنما على العالم أجمع. ترى إذا كنت مشجعاً ليوفنتوس، هل تتمنى تسجيل رامسي المزيد من الأهداف؟ أم أنك ستخاف على حياتك؟ إلغاء الأحداث الرياضية أثر على اقتصاديات أندية كبيرة جداً 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 في العالم، سواء في الدوري الإنجليزي سواء في الدوري الإيطالي، في أكبر دوريات العالم. تعالوا نشوف كده في التقرير الجاي أبرز التأثيرات في اقتصاديات الأندية دي، ونرجع لحضراتكم تاني.
الرياضه دي، وهو كمان نجم من نجوم السينما المصريه. شحات مبروك، برحب بحضرتك على شاشه قناه تان وفي تان سبورت، وعايزاك تكلمني عن كمال الاجسام بقى كرياضه كمال الاجسام، وحضرتك من اكتر الناس اللي شجعوا الشباب على رياضه كمال الاجسام، اهميتها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. رياضه كمال الاجسام مش محتاجه حد يتكلم عليها، لان هي فرضت نفسها على كل الجماهير المصريه والعربيه والعالميه. لعبه واضحه جدا، لعبه استعراضيه، لعبه بتنمي ذهن الانسان، افكاره، ثقافته العامه. فوق كل ده بتنمي جسمه. يعني رياضه كمال اجسام انا بسميها رياضه بناء الاجسام. بناء الاجسام وكانها نصيحه، اكني بنصح الناس تلعب كمال اجسام عشان صحتهم تبقى كويسه، وشكلهم يبقى كويس، واخلاقهم تبقى كويسه، الثقافه العامه بتاعتهم تبقى كويسه. لا، رياضه كمال اجسام بتحبها كل الناس. يعني هي تاني جماهيريه بعد كره القدم في مصر والوطن العربي. علينا ان احنا نقدمها بالشكل اللي هي فيه النهارده. يعني حضرتك النهارده بتغطي بطوله متنظمه على اعلى مستوى، مصروف عليها كويس، بتحترم لاعب كمال اجسام كويس، بتصوره كويس، بتقدمه للجمهور كويس. مش محتاجه اوصفها. انا كان زمان ممكن حضرتك تطلبوا مني كشحات مبروك يوصف كمال اجسام ويقدمها للناس. النهارده كمال اجسام مقدمه نفسها. درجه الوعي عند الشباب بقت اكتر بالرياضه دي، تقدر تقول كده؟ درجه الوعي بقت عند اللي ما بيلعبوش كمال اجسام عاليه بكمال الاجسام. يعني بقى الشباب اللي ما مارس اللعبه لسه شافها، عرف عنها دي لازمتها ايه في المجتمع، لازمتها ايه في الوسط الرياضي بينها وبين الرياضات الاخرى، بقى بيفاضل بينها وبقى بيحب يلعبها. لان لعبه كمال اجسام هي ام اللعبات في الجيم. يعني انا عشان العب تنس طاوله على سبيل المثال لازم ادخل الجيم اتدرب. اي رياضه، كره قدم، اي حاجه، هو انت بتبني العضل اللي بيشيل الجسم يخليه يلعب اي رياضه ثانيه. بالظبط كده. المدرب اللي داخل الجيم او اللي ماسك الرياضات المعينه بيدخل البطل بتاعه يمرنه العاب قوه مثلا، بيدخله الجيم يبني له عضلاته اللي هيلعب بيها الرياضه دي. اما بالنسبه لنا احنا كمتخصصين كمال اجسام كلعبه استعراضيه، يعني لعبه استعراضيه شكلا وموضوعا. ولذلك بطلب من لعيب كمال اجسام يبقى عنده فكر، عنده ثقافه عامه، عنده بعد نظر، عنده جمله، عنده حوار، لان هو لاعب استعراضي. اللاعب الاستعراضي كعضلات من باب اولى يبقى لاعب استعراضي في الحوار وفي الثقافه العامه وفي الجمله المفيده. مش شكل بس. طيب كلمني عن احمد علي ومسابقه احمد علي. يمكن ايام ما حضرتك بدات الرياضه دي ما كانش فيه مسابقات زي دي، ما كانش فيه اهتمام بالرياضه بالشكل الكبير ده. فكلمني عن رايك فيها. انا لعبت، طلعت التاسع على العالم سنه 80 وانا بلعب بتدرب في بيتنا بكوسين اسمنت، وكملت. طلعت سنه 81 في بطوله العالم اللي اقيمت في مصر تحت سفح الاهرام، الرابع على العالم، وانا بتمرن بنفس الادوات، لاني ما عنديش حد في المحافظه اللي انا فيها يعرف عن كمال اجسام حاجه، ما فيش غيري. انا غاوي ابقى بطل عالم ازاي؟ ربنا بقى سهلها. ربنا سهلها معايا. سهلها كده جد السهل.
استاذه هند. اهلا بحضرتك كابتن، كلمني عن البطوله، احنا ليه بنعمل بطوله كل سنتين في البدايه؟ والله هي البطوله بتحتاج لتجهيزات كبيره جدا 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 لمكان مهم زي الاستاد. انا بحس ان الاستاد دوت رمز للرياضه في مصر، فبحب اعملها في الاستاد. استيدج بالمستوى دوت، اللعيبه كمان بتاخد فرصه عبال ما تجهز. البطوله قويه جدا والمنافسه قويه جدا، فلازم نقعد سنتين اجهز لها. طيب كابتن، كلمنا بقى عن البطوله بشكل اكبر، ايه هي بطوله احمد علي الكمال الاجسام للي ما يعرفهاش؟ يعني هي البطوله احنا كل سنه لما عملناها في 2016 عملنا فيها حاجه اسمها كمال اجسام وفيزيك وكلاسيك. المره دي جهزنا زودنا عليها حاجه ناشئين تحت 23 سنه، وزودنا عليها اساتذه، وزودنا على اساتذه فوق 50 سنه، والقوه البدنيه ورفعه البنش. كل مره بنزود حاجه، في 2018 زودنا حاجات، وفي 2020 زودنا حاجات اكتر. يعني انا نفسي تبقى البطوله عامله زي الاولمبياد، فيها كل الالعاب. هي بتعتبر كمان كاس عالم مصغر لكمال الاجسام، لان فيها جنسيات غير مصريين مشاركين، هي مش المصريين بس. اولا انا تبع الاتحاد الاي اف بي بي، في 199 دوله، فالسنه دي في كذا دوله شاركت، يعني في كذا منتخب، كيك منتخب كامل، ناس من بولندا، ناس من ليبيا، ناس من سوريا، ناس من العراق، ناس من السعوديه، ناس من الامارات. حتى الموضوع المنتشر دوت قل الناس شويه من بره مصر، لكن في دول كتير برضو جت شاركت، وفي عدد كبير جدا من المصريين برضو شارك. برغم الكلام اللي بيثار عن فيروس كورونا وان في فيروس كورونا في مصر والكلام ده كله، برضو الناس جت. كل الدول اللي ما كانتش ممنوع نهائيا، يعني في منتخبات كانت جايه والبلدهم منعوا، في منتخبات جت فعليا. طيب عدد المشاركين السنه دي قد ايه؟ وممكن نقول تاني الفئات المشاركه. عدد المشتركين حوالي 1000 مشترك، تمام، وده اكبر عدد في العالم للبطوله. بالظبط، عدد كبير جدا في تاريخ الكون يعني، تمام. احنا عندنا حاجه اسمها ناشئين، ناشئين كمال اجسام، اساتذه كمال اجسام، شباب كمال اجسام، كلاسيك فيزيك وفيزيك. وبعد كده في لعبه تانية اسمها قوه بدنيه، فيها 3 رفعات، وفيها حاجه اسمها رفعه البنج عملناها دي جديده، فكذا حاجه يعني. كابتن احمد، دايما بيثار على مسابقات كمال الاجسام ان هي غير صحيه رياضيا، لانه بتعتمد على سبلمنتس معينه او مكملات غذائيه معينه او وطريقه غير صحيه، لكن هي الشكل الخارجي. حضرتك بتشوف ده ازاي؟ بتشوف المسابقه بتفيد الرياضي بايه؟ برضه في فقه مش معروف في مصر ان المكملات الغذائيه غير صحيه، الكلام ده مش صحي خالص. المكملات الغذائيه صحيه زيها زي الاكل بالظبط، ومعهد التغذيه بيدي موافقات على الكلام ده كويس جدا، ووزاره الصحه بتدعي على الكلام دوت، وفي محلات في المولات وفي الشوارع بتاعت مكملات غذائيه، تمام. فبرضو المكملات الغذائيه حاجه، والمنشطات او الهرمونات او الاسترويد حاجه تانية خالص. واحنا بطولتنا مدرجه تبع الوادة، تبع يعني حاجه ضد المنشطات خالص، يعني اللاعبين بيفحصوا التحليل، بيخضعوا للفحوصات والكلام ده كله، ومن حق الوادة تكشف على اي لاعب تختاره يلعب. المكملات الغذائيه ملهاش علاقه خالص بالمنشطات. محمد محسن، مستشار الاتحاد المصري لكمال الاجسام، برحب بيك يا محمد على شاشه الدن، وعايزك تكلمني عن البطوله ودور الاتحاد في بطوله احمد علي لكمال الاجسام. البطوله دي بتقام من ليها مرتين، دي النسخه الثالثه ليها. البطوله كانت محليه، لكن كابتن احمد علي المره دي حب البطوله تبقى دوليه، وادرجت ضمن بطولات الاتحاد الدولي لكمال الاجسام دايموند كاب، ودي اول مره ان البطوله تبقى باسم شخصيه مصريه تكريما للاسم، تمام، وان البطوله تبقى دوليه. دور الاتحاد المصري لكمال الاجسام ان الاتحاد كان هو همزه الوصل بمساعده الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول الاتحاد الدولي، هو اللي قام بكل المراسلات مع رئيس الاتحاد الدولي الدكتور رافائيل سانتونجا، وعملوا العقد النهائي وتم امضاء العقد، والبطوله اصبحت دوليه وادرجت من ضمن البطولات على موقع الاتحاد الدولي لكمال الاجسام اي اف بي اليت. هل كان في تنسيق بين الاتحاد ووزاره الصحه، علشان احنا عندنا جنسيات جايه مشاركه من بره، فهل كان في تنسيق بين الاتحاد ووزاره الصحه في ازاي نتبع الارشادات الصحيحه للحد من فيروس كورونا، او علشان زي ما حضرتك يعني؟ تمام، حلو قوي. زي ما حضرتك شايفه اي بطوله احنا بنعملها لازم يبقى فيها عربيه اسعاف، ولازم يبقى فيها حد مسعف ورا الباك ستيج، لان طبعا في بعض اللاعبين طبعا عمليه التنشيف او عمليه
تنزيل الميه او الدهون اللي في جسمهم بتادي ان هم يبقوا ممكن يعني ممكن يغمى على اللاعب او حاجه. تمام. فطبعا لازم يبقى في دكتور. دي من اساسيات اي بطوله في الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الدولي. بالنسبه لفيروس كورونا الحمد لله احنا عاملين فصل كويس جدا جدا بين الجمهور وبين اللاعبين وبين المناطق الثانيه، وعاملين تنظيم معين بحيث ان ما يبقاش فيه اختلاط كامل بين الناس كلها، بحيث ان الموضوع يبقى ما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. اهلا فيك. كلمني عن بطولة النهارده، ايه الكرايتيريا او ايه كيفية التحكيم في بطولة احمد علي؟ هي اولا بطولة احمد علي ما شاء الله من اعظم البطولات اللي احنا حضرناها، او مبدئيا حابين نشكر مصر واهل مصر على الاستضافة الحلوة، وشعب مصر الجميل اللي خلانا مش محتاجين ولا اي شيء، ونشكرهم على حسن التنظيم لانه تنظيم من أروع البطولات اللي احنا دخلناها وشاركنا فيها. بطولة أحمد علي بطولة على مستوى عالمي جدا جدا جدا، وهذا الكلام مش مجاملة، هذا واقع احنا عشناه. هلا بالنسبة لسؤالك، فئات التحكيم والكراتيريا، بناء الأجسام تحكيمها واضح جدا ومعروف. احنا بناخذ الجمال بالأساس، اللاعب لازم يكون شكله صحي وجميل على المسرح، ما في أي عيوب أو أي أخطاء أو أي أشياء صحية مضرة له على المسرح. فالجمال هو أساس اللعبة، هي اسمها جمال الأجسام، فهذا اللي بناخده. لكن في تحديثات كثيرة صارت على قوانين لعبة بناء الأجسام مع التطور، فدخلت عليها فئات جديدة اللي هي الكلاسيك فيزيك، وهي مستقبل كمال الأجسام، لأنه هي فئة بترجع لعبة كمال الأجسام للماضي وبترجعها للجمالية اللي كانت عليها فترة الثمانينات والتسعينات. فهاي اللي موجود. واليوم انبسطنا بفئات الماستر، شفنا أعداد كبيرة في فئات الماستر، ناس فوق الخمسين سنة والستين سنة، وهذا اللي احنا بندور عليه، ناس رياضيين والرياضة ما إلها عمر والكل لازم يستمر. ازاي تحكيميا نقدر نخرج مسابقة زي دي خالية من المنشطات؟ احنا بنحارب المنشطات بكل انواعها، ونصائحنا دائما لجميع الابطال انه يبتعد عن المنشطات. عشان هيك انا قلت لك بدايه الحديث بدي لاعب شكله جميل وصحي، وهذا هو الهدف من الرياضه. مش لازم تتبع المنشطات وتروح ورا المنشطات وتضر نفسك بالاساس. احنا بدنا اياك حلو جوا وبرا، مش لازم تكون من برا جميل ومن جوا عندك مشاكل صحيه. فإحنا ضد المنشطات، وبننصح الجميع رجاء أخوكم، وإحنا كاتحاد دولي بننصحكم ابعدوا عن شيء اسمه المنشطات. زي ما شفنا بطولة أحمد علي كمال الأجسام، يعني بطولة بصراحة تشرف بكل مقاييس، بضيوفها بلاعبينها بالفئات المشاركة. فكرة الرياضة إنه مش بس يكون شكل جميل لكن كمان صحة كويسة، يعني زي ما احنا شفنا فوق الخمسين سنة وفوق الأربعين سنة من كل الأعمار. حاولنا ننقل ليكوا الصورة بشكل أوضح من بطولة أحمد علي كمال الأجسام، ودي كانت حلقة النهاردة من تاني سبورت. استنونا في حلقة جديدة.